مساء الخير. مساء الخير. عادة الشمس بتشرق من فوق، بتشرق من الشرق، وعشية مسويات من صوب البحر. وحدة شمس الغنية اللبنانية كسرت القاعدة وصارت تشرق بأي وقت كان بالسهرات وما بتغيب أبدا. كيف معقولة تغيب؟ ومين بيعطينا الدفى غير صوتها؟ ومين بيوصلنا الحرارة أكثر من حضورها؟ الليلة سهرة منا سهرة عادية، الليلة حفل تكريم لشمس الغنية اللبنانية. وشركة روتانا أكبر منتج وموزع للأغنية العربية حبت تكرم نجمة الأغنية العربية شمس الغنية اللبنانية. بعد مشوار 8 سنوات قدرت تحمل نجاحات مشرفة عبر 8 ألبومات، وكان آخرها ألبوم ندماني. وبنزيد أقول أهم شيء إنه هالحفلة منقولة من تراس أوتيل فينيسيا انتركونتيننتال من بيروت، منقول على الشاشة الصغيرة أرضياً وفضائياً، ورح يشوفوه بكل العالم. قبل ما تبدأ السهرة فعلياً، يعني قبل ما نبتدي بسماع غناء الفنانة نجوى كرم، أكيد بحب رحف بضيوف سهرتنا الليلة، وهن أكثر من الضيوف، لأنه الفنانين الإعلاميين متذوقي الفن كلهم عيلة وحدة. أهلاً بالوزير الدائم الحضور والنشاط على المستوى السياسي والإعلامي والثقافي، معالي الوزير الإعلام غازي العريضي، ممثل رئيس الجمهورية. وأكيد أهلاً بكل القراب والبعاد وكل اللي قاعدين اللي عم بيشوفونا على شاشتنا الصغيرة. جمانة ما تركت لي حدا رحب فيه. قبل ما نبلش برحب فيكي وبقول إنه قبل ما تطل علينا نجوى رح نكون سوا مع روبورتاج بيحكي عن كل أعمالها قبل ندماني. نجوى كرم الموقع الأول على خارطة الغناء اللبناني، خصوصاً بالسنوات 7 الأخيرة، واحتلت بصوتها قلوب ملايين اللبنانيين والعرب بكل العالم. كان عمرها فوق 18 بشوي وقت بدأت المسيرة الناجحة كهاوية ببرنامج ليالي لبنان. اشتركت عن فئة الغناء البلدي ونالت الجائزة الأولى لتميزها بالمواويل اللبنانية والميجنة والعتابة. ولبنان بصوتها مداه واسع وتاريخه أصيل. من مدينة زحل اللبنانية اللي أعطت العالم نوابغ بعالم الشعر والثقافة والفنون، انطلقت نجوى كرم صوب النجاح بثقة وتصميم. بدي لاقي حال الأيتام حد الشمس معمر بيتك، بدي لاقي حال الأيتام حد الشمس معمر بيتك، نقطة السطر حبيتك، نقطة السطر حبيتك، نقطة السطر حبيتك، نقطة السطر حبيتك. حددت خيار الفني من البداية اللون اللبناني بالوقت اللي كانوا كتار مش عارفين وين رايحين، موجة بتطلعن لفوق وموجة بتلغيهن عن خارطة النجوم. نجوى ما أخذت تيار وما ضاعت عن الطريق اللي حددته من بداية احترافها، إنما تجددت من ضمن اللون اللبناني، وكان صوتها سفير فوق العادي للبنان بالدول العربية وبلاد الاغتراب. جاي يا جرى الجاي تحقق حلم اللي كان عيني من بعلبك
عم تطلع على عمان. نجوى على أكبر المسارح وبأهم المهرجانات العربية بجرش وقرطاج اللي غنت فيها أكثر من مرة واستقطبت إحدى حفلاتها سنة 2000 12,000 مشاهد. ظلت بعلبك حلمها وحلم كتار من المطربين العرب. بعد 4 سنين على مرحلة الهواية دخلت بال89 بمرحلة الاحتراف وصدر لها أول ألبوم يا حبايب. وما اكتفت نجوى بنعمة الصوت بل طورت ثقافتها وموهبتها بدراسة السولفاج وأداء الموشحات والعزف على العود تحت إدارة فنانين كبار مثل زكي نصيف وفؤاد عواد. وبال92 صدر ألبوم شمس الغنية وصار عنوان الغنية لقب حملته نجوى كرم وأشرقت وأشعلت أغانيها نار الحب والتحدي. بال93 تالت شريط لنجوى وبال94 الرابع وعنوانه لو حبيتك. وبعد هالألبوم بدأت العلاقة الممتازة بين نجوى كرم وشركة روتانا اللي أنتجت لها كل أعمالها. بألبوم لو حبيتك غنت نجوى أنا ما فيي وكانت هالأغنية المفتاح الذهبي لدخول الفنانة نجوى كرم بقوة إلى العالم العربي. من عينيك وأنا ما في وأنا ما في لو حبيتك أكثر منه يمكن تهملني وتهملني لو حبيتك أكثر منه يمكن تهملني وتهملني أنا ما أنا على قلبي شوي 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 أنا ما في. أغاني نجوى كرم جسدت بشكل أو بآخر أحاسيسها وموقفها من الرجل والحب، مرات كانت تتحدى ومرات كانت تلين، ولا مرة ضيعت هوية الأغنية اللبنانية من خلال تعاون مثمر جدي مع نخبة من الملحنين والموسيقيين والشعراء اللبنانيين. ما بسمح لك، حظي حلو، ما حدا لحدا. ألبومات حققت نسبة مبيعات عالية ومع كل ألبوم كانت نجوى تأكد موقعها وثباتها وتجددها. حط أصحابك بالغربة أصحابك لو بتغرب الهن ولو دولابك مرابة ما بيبقى واحد منهم. حط أصحابك بالغربة أصحابك لو بتغرب الهن ولو دولابك مرابة ما بيبقى ربطوا بين أغاني نجوى وحياتها الخاصة خصوصاً وقت غنت عيون قلبي ومغرومي ومجبورة وروح روحي، علماً أنه معظم هالأغاني ما ارتبطت بمناسبة حب أو بمشروع زواج. يا عيون قلبي عيون قلبي كيف بدنا لمحة بصر هالعمر والبحب ما بينلا. 10 ألبومات ب10 سنين وكل سنة جمهور نجوى بيكبر 10 مرات ومش كل 10 سنين ممكن يخلق صوت فيه من الحنان والقوة والرقة والتحدي والصفاء والجمال
مثل هالصوت الوفي للفن وللجمهور. ما بقدر استغني عن هالوطن ولا بقدر استغني عن هالتراب اللي ربيت عليها واللي بشم ريحتها ولا عن هالشعب يلي حبني وفتح لي قلبه وكان هو عم يدللني مثل الطفلة ال 12 سنة. وطفلة اليوم المشهورة إن عنيدي أصرت على تقديم أغنيتها بمستوى عالي وعالمي، فصورت كليبات مع أبرز المخرجين العرب واللبنانيين والطليان. ما حدا لحدا يا حبيبي، ما حدا لحدا، هي ما علمتني إني ما صدق حدا. بال2001 يعني بأول سنة بالألفية الثالثة، نجوى كرم ندماني، عاش أو ندماني، وعم تسأل أنا مين، وكل الأجوبة تسمعوها بصوت نجوى بعد شوي. المميزون. قدي حلو طوني لما الفنان يعني بعد مشوار وجهد وتعب وحب خاصة للجمهور انه يمكن تمرق بدقائق قليلة بريبورتاج حياته ومشواره واغنياته ونجاحاته وطلاته على المسرح. هيدي شغلة كتير مهمة جمانة، وهلا رح نشوف كيف وجوههم الكل رح تتغير ويبلش الحماس بالنسبة للكل. ورح قلك انه بعد هالروبورتاج ومشوار طويل ان شاء الله بتكمل على طول بالنجاح نجوى اللي بتحب تكون فيه على طول. ورح اقول انه هلا كلنا سوا رح نستقبل ونكون، خلينا نكون مع الصوت يلي بكرس الأصالة اللبنانية، الصوت يلي بملي كل الدنيا. انا بلشت عرف واستقبل فيها، وانتو رح تكملوا باستقبال كتير كبير وباستقبال وبزقفة كتير كبيرة لتكون هالزقفة قد صوت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. Oh,
مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا. فرحت كثير كبيره ولا توصف ابدا. بس بحب اشكر قبل ما بلش وكفي وصلت الغنائيه جميع الموجودين، على راسهم معالي وزير غازي العريضي ممثل رئيس جمهوريه ايميل لحود، اهلا وسهلا فيك. برحب بجميع السياسيين الموجودين بيناتنا، بجميع الفنانين، وبرحب بجميع الصحفيين، وبقلكن ان شاء الله منقضي مع بعض سهره حلوه، وبشكركن لانكن عم تشاركوني هالفرح الحلوه. عمياني حبيتك. عم تحكي معي؟ فيني كمل ووضح؟ شو هالخبرية؟ لا رح كمل ووضح. حبيت كتير نهاية هالأغنية اللي كتبها الشاعر عصام صغيب ولحنها وسام الأمير. ب
بالحقيقة هني الوحيدين بهالألبوم هالتوقيعين لهالشخصين، أما الباقي فهني الألحان وشعر لعماد شمس الدين. صحيح. تعرف توني هلأ شو صار وشو رح يصير؟ شو رح يصير؟ نقصتيني. لا هو شيء لكل اللي يسمع شو رح يصير؟ هو شيء صار لنا زمان مع شنيه هيك دبكة. دبكة؟ دبكة. منين جاي بأخبارك؟ بعد نقصنا دبكات؟ معالي الوزير شو قصة الدبكة؟ في شيء؟ معقول يصير شيء؟ توني دبكة دبكة لبنانية يعني اعطيني ايدك شوي. ايدك ها؟ يعني هيك ايه على العمياني دبكة لبنانية هيك يعني. ايه وبطلع؟ لا بعدك اثنين. ايه اثنين واحد اثنين وهي ثلاثة. هيدي الدبكة. هي الدبكة اللي رح هلا نشوفها وصار لنا زمان ما شفناها على اغنية رباعي وخماسي اكيد مع شمس الغنية. اوكي. فبهالوقت خليني مرنك شوي على الخطوات هيك بس نرجع من البريك بتكون جاهز. يلا بلشنا بريك. يلا. بعد ما زبطت خطوة الدبكة أكيد اشتقنا نرجع نعيش هالأجواء. بعد شوي أكيد أنت رح تعرفينا على الدبيكة أكثر. طبيعي. هلأ رح منشوف الفرقة مع نجوى كرم على أغنية رباعي وخماسي. رباعي وخماسي. بس قبل ما نشوف بدي أقول لك أنه شمس عطول بقول أنه رح تشرق وبيطلع منها أشياء هيك بتبين حرارة قوية كتير بسميها تشرقت مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم كمان. Thank you.
أنا مين لو سألوني أنا مين بلن أنت أنا من ضلعك شالوني من يوم اللي تكونت. فرقة الدبكة اللبنانية فرقة جاك متا كانوا محمسين بس شفتك محمس أكتر توني. جوانا ما فيي بس اسمع أغاني نجوى ما فيي يكون حياتي كل أحاسيسي تتحرك والعواطف عندي تبقى مش معقول يعني. صار توني شاعر. شاعر علي طلع شاعر منيح. إيه بدك قلم وعوينات وهيك. لو ما هيك شاعر. أنا بدي أقول لك إنه هالجو الحلو هالمرة أنا بعاطيك معلش جوانا وبعتقد إنه كل موجودين بهالسهرة بيشاركونا هالعرس الكبير عرس الغنية اللبنانية والعروس دايما نجوى كرم عروسة لبنان اللي لونت بصوتها
أغاني ألبوم ندماني مؤخراً من وكالة الصحافة الفرنسية الـAFP أعلنوا عبر سايت yahoo.com إنه الفنانة نجوى كرم أعلنت ليبانيز ديفا، يعني النجمة اللي ما بتموت. هيدا شيء كبير لليبانيز ديفا. حلو اللقب ليبانيز ديفا طبعاً، يلبق لها كل حال، يستاهلوا أكيد. وما بيبقى في مسايرة بهالشي، لأنه تعرف يعني على صعيد عالمي بيكون، وبيكون شيء حتى بعد حفل قرطاج اللي شهد 12 ألف مشاهد كان طبيعي إنه تكون ليبانيز ديفا نجوى كرم. نجوى، ولو بتعرف هلأ شو اسم الغنية توني؟ شو هي عندك معلومات من أستاذ أنطوان الشاك؟ عم تعطيها معلومات إلا إيه؟ طيب. شو أستاذ أنطوان؟ كيف لقله العنوان لكن شو بيعمل؟ شو العنوان بيقول؟ مكسر عصا. فيها تحدي. فيها تحدي؟ فيها حب. Yeah.
فخامة الملك كميل شمعون، قصة الرجل الرئيس. بهالسهرة التكريمية لابد من شكر الشركة اللي رافعة راية الأغنية العربية على مستوى راقي في العالم العربي كله، شركة روتانا، أكبر منتج للأغنية العربية في العالم العربي كله، اللي حريصة دايماً إنه تدعم الأصوات الجديدة وتكون راعية أيضاً للأصوات المهمة والمعروفة. وقصة نجوى مع روتانا حكاية عمر 8 سنين، قابلة أو خلينا نقول مؤكدة للتمديد أكثر من 8 سنين. يعني بعتذر منك جمانة، بس شوي ما كنت مركز شو عم تقولي. تمديد؟ تمديد أو تجديد؟ تجديد، بلكي تجديد. بتفضلي تجديد. ناوي على الخير الليلة توني. شو يعني تجديد أو تمديد، في فرق؟ لا أنا ما خصني شو في فرق. شو مثل ما بدك يعني، رح ياخدوا برأيي. لا أنا ما بعرف، بس هو تجديد أو نحن عم نحكي عن نجوى كرم. ما يروح فكرك بعيد، عم نحكي عن روتانا. عافية. مزبوط. خلينا هون. أوكي. شو وبما أنه نحكي عن 8 سنين، شو قولك هلا؟ 8 سنين إن شاء الله بيكونوا 8 زيادة، وعطول بيكملوا مع شركة روتانا أكيد. كل الأغاني اللي قدمتهم جمانة هلا نجوى لحد هلا هني من الأغاني الجديد يلي فيهم كمان إشياء جديدة عطول، والأداء الحلو عم بيكون مرة بعد مرة كمان أحلى وأحلى بصوتها المميز. بس هلأ كمان حب إنه تغني إشياء قديمة نعرفت فيها. ما بعرف إذا الكل حابين يسمعوا الإشياء القديمة اللي عند نجوى. لا ما عم بسمع الزقف. حلوة الوقفة. إيه الإشياء القديمة اللي حابين تسمعوها هلأ نجوى حبت هيك تجمعهم بكوكتيل كتير حلو، زقف كتير كبير لأغاني نجوى كرم. نستقبلهم كمان وبنسمعهم وبنشوفه سوا مع نجوى كرم. I'm gonna
وينك لفتت عينك ضحكت قلبي معلمة وانا 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 انا انا ما برضى غيرك ما برضى غيرك وحياة رب السماء لا 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 ما برضى غيرك وحياة رب السماء قلبي اسيرك وينك وينك لفتت عينك ضحكت قلبي معلمة وانا 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 انا انا ما برضى غيرك وحياة
فرحانه بهيدي الحفله وفرحتي اكبر لانكم مشاركيني فيها حبا بفن المدرسه اللبنانيه يلي كلنا سوا منفتخر فيها ومنقول انه فلان نحن من بلده الاستاذ الكبير وديع الصافي. قديش ما بتكون فرحتنا كبيره لما منعرف انك لبناني ولما بتكون مدرستك منتشره بكل انحاء العالم ان كان ببلاد العربي ولا ببلاد الاغتراب. وحبا بفنك حبيت اقدم مقطع صغير موال صغير للاستاذ وديع الصافي. كلنا ما رح نعرف نغني كلنا مش رح نعرف نغني مثل ما بيغني الاستاذ وديع ولا اجا ولا رح يجي بايامنا او بغير ايامنا مثل هالمدرسه الكبيره بس حب نحب الكبير حبيت اقدم هالموال الصغير بتمنى انه ينال اعجابكم قدام العملاق الكبير. ولو عالقليل تذكروا الماضي 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 بسمي على شفاف الوفا كنا ولو تتركوا المجروح المجروح أفراقكم صفى آخر روح آخر روح ولو هيك بتتركوا المجروح عدروبكن روح بتجي وبتروح ولو ¶¶
الشمس شو بقلهم ولا ولو يا روحي روحي سأل بعتذر من الأستاذ الكبير، حدا بيقدر يغني قدامك أبدا. مهرجان شكرا لكم. وبالفعل جمانة يعني نجوى هالخطوة اللي عملتها خطوة كتير كبيرة، لحتى هي ونحن كلنا نكون عم نقدر رجل يلي ترك بصماته الفنية على ثلاث أجيال، ويلي صوته بحجم العالم العربي والعالم كله سوا. وبقول لك إنه زينت قلوبنا ونورت بيوتنا وسكنت بعقلنا، صرت محفور جوا، سكنت قلوبنا ولو زقفة كتير كبيرة يا أستاذ وديع الصافي الفنان الكبير. الله يطول عمرك. أقوى الزقفة ولو. شكرا شكرا. صوت العز والمجد أستاذ وديع. وبحب رحب كمان بالأستاذ العريق وصاحب الكلمة الراقية والنغمة الراقية والإنسان اللي بيحبه كل بيت لبناني، الأستاذ الكبير ياسر رحباني. أهلا وسهلا فيك. والضحكة الحلوة كمان يلي حطتها على طول، يلي حطتها على طول بقلوبنا. جمانة رح نكمل ونقول إنه تقديرا لكل أعمال الناجحة لنجوى ودورة الكبير بنشر الغنية اللبنانية بكل العالم العربي، شركة روتانا قررت منح الفنانة اللبنانية نجوى كرم تروفي أو درع تقديري. الدرع التقديري أكيد بيزين مشوار شمس الغنية نجوى كرم. بطلب من معالي الوزير الإعلام غازي العريضي يتفضل إذا سمحت على المسرح. وأيضا بطلب من مدير عام شركة روتانا الأستاذ سالم الهندي يتفضل أيضا إذا سمحتوا لتقديم الدرع التقديري للفنانة نجوى كرم. ننطر طلت شمس الغنية عطول بتشرق، طلت ملك. طلة حلوة كتير، إن شاء الله طلة بهالضحكة عطول نجوى، وهالنجاح الكبير، والدرع يلي بتستاهليه كل يوم، بتستاهلي تاخديه كل ليلة وكل حفلة، إن شاء الله عطول بتضلي تشرقي. يعني هالجايزة بنعتبرها لكل محب للفن الراقي اللي بتقدمه الفنانة نجوى كرم، وجايزة تقديرية لكل محب للفن العربي. قربوا شوي إذا بتريدوا ترمي.
جمانة بنهاية هالحفلة الحلوة ومثل ما قلت لك الدرع التقديري أو تروفية اللي عم يتقدم لشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم، شكرا للكل يلي حضروا اليوم، كل واحد موجود وقاعد بيناتنا عم بكرم أكيد الغنية اللبنانية وعم بكرم حضور وصوت الفنانة نجوى كرم. نعم. بدي أشكرهم من قلبي كثير لكل يلي حبوا يجوا اليوم على الفينيسيا انتركونتيننتال ببيروت. بتعرف من البداية قلنا إنه ما رح تكون سهرة عادية، وهيك كانت ليلة حب وجمال ونجاح. تفضل. أنا سمحت لنفسي إني غني الغنية من دون استئذان الأستاذ وديع الصافي من قبل. هيدا ما بيعني إني أنا نسيت المدرسة الرحبانية بالأغنية اللبنانية، ولا نسيت السيدة العظيمة فيروز، ولا نسيت كل إنسان قدم أغنية لبنانية لكل العالم العربي. بس اسمحوا لي إني أخجل إني أتناول جائزة الأغنية اللبنانية وأنا تلميذي بهالمدرسة والأستاذ موجود وأنا بتنازل عنها للأستاذ وديع الصافي. سافي كتير كبيرة، سافي ما لازم توقف أبداً، سافي ما لازم توقف أبداً للفنان الكبير يوصل على مسرح يلي أكيد بيحملوا وبيحمل مجد كتير كبير للبنان، حملوا الفنان الكبير والأستاذ وديع الصافي. إذا بتريدوا كلنا سوا الترحيب بدي أسمع أكتر، والزعيف ما لازم يوقف أبداً، هاللفتة الحلوة من الفنانة الكبيرة شمس الغنية نجوى، عن جد شغلة كتير مهمة تقومي فيها، شكرا لك. معالي الوزير اكيد والمدير شركة روتانا الكل رح يرجع يسلموا هالجائزة او هالتروفي او درع تقديري للفنان الكبير. قدامكم ما في حكي يعبر عنه ابدا استاذ وديع الصافي والتواضع الفنان الكبير اكيد نجوى كرم اللي عم تقدم هالدرع. صاحب الصوت الشامخ تفضل. شكرا شكرا للحبيبه العظيمه يا خي ولا نجوى كرم، ماركه صارت اسمها ماركه اسم الله عليها، عملت حفل الليله عظيمه وخجلتني الي انا بالولو ولو هيك بتعملي في يا نجوى الليله ولو حبيبتي هذا الوسام انت بتستحقيه الليلي مني الك بالاذن معالي الوزير. تبقى الجائزه التقديريه اكيد بيناتكم، والله يطول عمرك استاذ وديع وتضل على طول بي الكل. خلينا اياك ان شاء الله بتضلوا اعلام للبنان وللعرب انتم. تسلم، خلينا اياك وهيك ليله الجمال والعز خلينا نقول توني، وأكيد بتبقى شركة روتانا رافعة راية الأغنية كمان على مستوى راقي، وبتبقى طلت نجوى كرم كل ما تشرق وتطل ونقول طليت يا طلت ملك. طلت نجوى كرم إن شاء الله بتضل طل، وكمان شكر كتير كبير لشركة روتانا اللي عم تهتم بالفن يلي هو الفن الأصيل. بدي أشكر كل يلي شاركونا اليوم، برجع بقول الحضور أكيد كل الفريق التقني اللي ساعدنا، الفرقة الموسيقية الأستاذ أنطوان شاك وكل الفرقة الموسيقية كمان، شكرا لكم. الحفلة والعيد بيكمل أكيد مع الفنانة نجوى كرم، وإن شاء الله هالدرع بيضل عطول يكمل لتستلمي دروع ودروع ما تخلصي أبدا وتشاركي بهالعيد على طول. يبقى أني نختتم سهرتنا بأغنية كنت بحب غنيها، بس بحب أكتر إنه نشوفها كلنا سوا ولأول مرة فيديو كليب. رح نشوف كلنا سوا عاشقة عاشقة نغنيها. راني ساطني ورماني عغفلي والله جاني يوم أقياني من جمال وأقياني من دلال وروحي والله حلال وموت عشق أسمراني ساطني ورماني عغفلي والله
جماله أغياني من دلاله روحي والله حلاله. شكرا وأهلا وسهلا فيكم جميعا. كنا نقول من زمان من علمني حرفا صرت له عبدا. كيف بالأحرى الإنسان يلي علمني غني الأستاذ فؤاد عواد، حب أشكر وجوده ورحب فيه. أهلا وسهلا فيكم جميعا فردا فردا. من دلاله روحي ولا حلاله عاشق روحي